بلد المليون ونصف مليون شهيد لطالما وقفت في صف القضايا العربية العادلة كقضية العرب الأولى فلسطين. ليس غريبا على أهلها أن يستقبلوا السوريين ويعدوهم ضيوفا وإخوة لهم في بلدهم الثاني، لا لاجئين في بلد أجنبي. فالجزائر استقبلت ما يقارب 50,000 سوري منذ اندلاع الثورة السورية، استقر معظمهم في الجزائر العاصمة وأسسوا أعمالهم وأحسوا بحفاوة الجزائريين المعهودة. ولكن حفاوة الجزائريين اصطدمت بقرارات حكومية عام 2015 ليقل توافد السوريين إليها بعد قرار فرض الفيزا عليهم في العام ذاته. فالحصول على فيزا حسب ما نقله السوريون وعدة مواقع أصبح بشروط تعجيزية تتمثل بحجز بطاقة سفر ذهاباً وإياباً وحجز فندقي وإيداع مبلغ مالي كبير في الحساب البنكي، انتهاءً بضرورة الحصول على عقد عمل، وهو شرط تعجيزي بسبب تأكيد وزارة العمل في الجزائر على أنها قد تلقت تعليمات بعدم منح عقود عمل للسوريين. جاء قرار فرض الفيزا بعد ضبط أعداد كبيرة للسوريين قادمين بطرق غير شرعية عبر الحدود البرية بين الجزائر وتونس أو الجزائر وليبيا، وبعد تحقيقات عديدة تبين أن بعضهم له صلة بتنظيمات متطرفة في سوريا، كما أن الأغلبية منهم يقصدون الجزائر كمحطة عبور إلى أوروبا عبر الهجرة غير الشرعية وفق مصادر من الخارجية الجزائرية. في المقابل يخضع السوريون المقيمون في الجزائر اليوم لقانون عمل الأجانب بسبب عدم وجود قانون للاجئين هناك. لا يتميز السوريون في الجزائر عن أهلها في مجال التعليم والصحة، فيحق لهم دخول المدارس والمشافي مجاناً، ولا يحتاج التسجيل فيها أكثر من ورقة إثبات هوية. ولكن في الوقت ذاته واجهتهم بعض المشكلات، أهمها اللغة الفرنسية، حيث يتم التعامل بها في أغلب مجالات العمل، وهي تعتبر لغة رسمية في الدولة، مما جعل غالبية السوريين يتوجهون للعمل بمجالات لا تتوافق مع مؤهلاتهم، مما يجعل عملية استغلالهم من قبل ضعاف النفوس أسهل، وتشغيلهم من دون تأمين اجتماعي ما يحرمهم من حقوقهم. كما يواجه الطلاب مشكلات اختلاف المناهج التعليمية وطرق تعليمها. الجزائريون الذين يخوضون اليوم معركة تحرير جديدة ضد محتل داخلي يقفون مع إخوتهم السوريين في محنتهم ويستضيفونهم كإخوة لهم. فمتى يكون خلاص الشعبين من نير الاستبداد العسكري؟ ومتى يرجع السوريون إلى بلدهم ليعودوا أصحاب وطن، لا ضيوفاً ولا لاجئين؟